الشيخ الشريف إبراهيم صالح الحسيني مفتي نيجيريا، وبقية أصحاب السمو السلاطين والأمراء الحضور، أصحاب السعادة السفراء، أصحاب المعالي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وبقية أعضاء الحكومة الفيدرالية من السلطات الثلاث، العلماء والدعاة وقادة الأديان. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وفي بداية كلمتي هذه يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر الجزيل للسيد الرئيس محمد بخاري ونائبه الدكتور يمي أوسي بانجو على دعوتي لزيارة دولة نيجيريا والالتقاء بعلمائها ومفكريها ومثقفيها من أجل توطيد العلاقات الأخوية بين شعب مصر وشعب نيجيريا، وكما تعلمون هي علاقات تاريخية قوية تميزت بالتعاون المشترك على مختلف الأصعدة إقليميا ودوليا. هذا وتأتي زيارة الأزهر الشريف لتؤكد لكل طوائف الشعب النيجيري العريق على أن الإسلام الحنيف كما تعلمناه وكما نعلمه لأبناء المسلمين في أروقة الأزهر هو دين الإنسانية ودين الأمن والأمان ودين السلام الإقليمي والعالمي، وأنه لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون أبدا دعوة إلى العنف أو القتل والثكل واليتم والترمل والحزن والكوارث التي تلم بالآمنين والوادعين وتكرثهم صباح مساء. جئنا ليزداد المسلمون هنا علما ويقينا وتأكيدا، وليعلم عنا غير المسلمين أيضا، وليتأكدوا أن ديننا هو دين سلام، لا أقول يسالم الناس فقط، بل أقول إنه يسالم الحيوان والنبات والجماد والكون كله، وأن عقيدتنا في الأديان السماوية كلها هي كذلك أيضا، فقد نزلت كلها من عند الله تعالى الذي وصف نفسه في القرآن الكريم بأنه الرحمن الرحيم الودود اللطيف الرؤوف العفو الغفور غافر الذنب وقابل التوب الذي يعفو عن المسيئين ويعذر من عرف الحق ورجع إليه وأقر بخطئه وندم عليه، وهو تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، ثم هو القادر المقتدر الجبار المنتقم شديد العقاب لكل من بغى على عباده واستطال عليهم وأراق دماءهم ويتم أطفالهم ورمل نساءهم وفتح عليهم أبواب الحزن والكمد والألم في غير جريرة اقترفوها ولا ذنب ارتكبوه. وقضى الله ألا يفلت الجناة من عدالة القوي العزيز التي إن أمهلت فإنها لا تهمل ولا تنسى أبدا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. أيها الإخوة الفضلاء، ما كان يجول بخاطر المسلمين علمائهم وخاصتهم وعامتهم أن يجيء عليهم يوم يضطرون فيه للتجوال في الآفاق دفاعا عن دينهم وكشفا عن جوهره وحقيقته بعد أن وضعته في أقفاص الاتهام ظلما وزورا طائفة من المنتسبين إليه، شوهوا محياه الجميل ولطخوا صورته النقية الراقية بألوان الدماء وصور الأشلاء، وحرصوا على أن يبثوا بشاعات قطع الرؤوس على شاشات الفضائيات العالمية،
في إصرار لافت للنظر وفي وحشية لم يعرف التاريخ لها مثيلا. هذا الإصرار الذي يدل دلالة قاطعة على أن هذه البشاعة المتلفزة عالميا موظفة لغرض محدد هو تشويه الإسلام عالميا وتصويره بحسبانه دين عنف ودماء وتوحش. وابحثوا عن المستفيد من هذا العبث ممن يقفون وراء هذه الجرائم النكراء يمدونها بالمال حينا وبالسلاح والعتاد والتخطيط حينا، ولا تعدم من يقدم لها غطاء شرعيا ضالا مضلا حينا آخر. أيها الإخوة، أرجو ألا أعيد على مسامعكم كلاما مكرورا ومعادا لو رحت أذكركم بما تعلمونه، بل ربما بما تحفظونه عن سماحة الإسلام واحترامه للآخر المختلف عنه دينا وعقيدة وجنسا ولونا ولغة. فالمقام وإن كان في غير حاجة إلى البيان، إلا أنه لا شك يقتضي البلاغة والإعذار والتذكير، لأن هذه الآفة أو هذا البلاء الذي رزقنا به بدأ يؤتي ثماره المرة في انتشار كراهية الإسلام والمسلمين بين أبناء الديانات الأخرى وعند عامة الغربيين الذين صاروا إلى حال من الحيرة، لم يعودوا يعرفون معها وجه الصواب، وباتوا يتساءلون هل الإسلام هو ما يصوره لهم العلماء المسلمون أو هو ما تصوره لهم شاشات الفضائيات. وأمر مؤكد أن المعلومة المصورة أسرع إلى وعي الناس وأثبت في ذاكرتهم من الأقوال المسموعة والكتابات المقروءة. لذلك أجدني مضطرا إلى أن أضع بين أيديكم بعض الحقائق التي يجب أن ننشطها في وعي المسلمين وغير المسلمين، ويتحتم أن نتنادى بها اليوم لمحاولة الكشف عن حقيقة هذه الأزمات الدموية التي تضرب عالمنا من أقصاه إلى أقصاه، ويدفع ثمنها الفقراء والبسطاء والمساكين من كل ملة ومن كل مذهب وعقيدة، يدفعون ثمنها دما ودموعا وموتا وخراب ديار وفقد أعزة وأحبة وفي الذات أكباد. ولنا أن نطرح تساؤلا رئيسا أرى الإجابة عليه إجابة أمينة، هي الخطوة الأولى. أرى الإجابة عليه هي الخطوة الأولى لاستعادة فهم الإسلام فهما صحيحا وتصوره تصورا صادقا. هذا سؤال هو: ما علاقة الإسلام بالأديان السماوية السابقة عليه؟ هل هي علاقة توتر وارتياب وتوجس، أو هي علاقة مودة وتآخ والتقاء؟ وربما يأخذكم شيء من الدهشة لو أجبت بأن هذا السؤال كثيرا ما ينظر إليه العلماء المسلمون بحسبانه سؤالا غير منطقي، لأن الإسلام في لغة القرآن الكريم ليس عنوانا على دين خاص، بل هو اسم للدين المشترك الذي هتف به كل الأنبياء وانتسب إليه كل المؤمنين برسالاتهم. فقد وصف القرآن الكريم إبراهيم عليه السلام بأنه حنيف ومسلم، ومعلوم أن وصف إبراهيم عليه السلام بأنه مسلم ليس باعتباره واحدا من أتباع الإسلام الذي هو بمعنى الرسالة المحمدية التي نزلت بعد إبراهيم بآلاف السنين. وفي هذا المفهوم يدرج أيضا وصف القرآن للأنبياء السابقين بالوصف ذاته، فقال حاكيا عن إسماعيل وإسحاق: ربنا واجعلنا مسلمين لك
ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وعن خطاب أبناء يعقوب لأبيهم: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وعن نوح عليه السلام: وأمرت أن أكون من المسلمين. وعن حواري عيسى بن مريم عليه السلام: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وترتيبا على هذه الحقيقة، يقرر القرآن الكريم حقيقة أخرى تبين اشتراك رسالة الإسلام مع الرسالات السابقة في الجوهر والحقيقة والمضمون، وأن الله تعالى لم يشرع للمسلمين دينا جديدا، بل أوحى إليهم بما أوحى إلى الأنبياء والرسل والأمم السابقة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم.